بسم الله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. وإن الشياطين وكل الشيطان وجمع شياطين هو كل عنصر يضر ولا ينفع، وإبليس هو إمامهم، جلدهما شيطان، النار شيطان، النار تحرق كل ما أتت عليه تحرقه، أي أفسدته، كان بناية كان تحبة ما لا أتت عليه النيران فأصبح رمات، ما كان الأثر الفني ما عادش موجود. وعلى اليوم أغلب من يدعون الإسلام من عشاق الأثر الفنية، شكون كان لك اللي الفن اللي اليوم يتاجروا فيه يتمعشوا منه هو فن؟ علاش ما تقولش هو من وحي إبليس؟ علاش ما تقولش داخل في أمخاخ فاسدة؟ قل له برا اعمل اللوحة الفنية وزينها بشوية كفضلات حيوانية ولا فضلته هو، وبعد يجي يقول لك أيه شو رأيك في التحفة دي؟ ويمشي في بالك اللي انت صاحب قيمة وعندك رأي في الميدان، وتقول له بكم هذه التحفة؟ ما قلت لي سيتان شدوب ما أنا بكم؟ يقول لك ما أنا مليون دولار، وانت مو ملك حرام عرمة وبنوكك ما أنا عندها ما يسمى مالك، وهو ليس بمالك، هو ملك لله، ولكن مشالك إبليس اللي هذاك مالك كيما كان الكلب هذاك اليهودي اللي كان يتعامل سرا مع فرعون قارون كوري كا ولا سي او ار او اكسنتي. نعود إن شاء الله تعالى.